السلام عليكم. عندي يونت 6 فرع بي صفحة 80. زين، هاي صورتين توم وماك، قصدي ميك. describe اوصف these two men، اوصف شخص اثنين، رجال اثنين. راح أجيب توم. توم is very tall. توم شبي طويل جدا. And quite thin، ونحيف تماما. He is wearing، هو يرتدي a black jacket، سترة سوداء. And glasses، ونظارات. هسه نجي الى مايك. مايك is quite short. مايك قصير تماما. And a bit، وقليل. bit قليل، شنو قليل؟ fat، سمين. He has long brown hair، هو لديه شعر بني طويل. He is wearing يرتدي a green t-shirt، t-shirt أخضر، green أخضر. yellow trainers، يعني حذاء رياضي لونه yellow، لونه أصفر. زين، عندي فرع سي. فرع سي اكتب write three sentences staying، معناته اكتب ثلاثة جمل انت تقول بيها. What will you be doing at 7 o'clock this evening؟ ايش معناتها؟ ماذا سوف تفعل بالسبعة مساء، evening مساء. الجواب مالته اول واحد at 7 o'clock، الساعة سبعة، this evening مساء. I will be playing، أنا سوف ألعب football، كرة قدم. السؤال الثاني بي what you will be doing on Friday، ماذا سوف تعمل في يوم الفرايدي، يوم الجمعة. إحنا دائما قبل أيام نستخدم on، قبل أيام نستخدم on، وقبل الساعات الأوكلوك نستخدم at للساعات، انتبهوا عليها. هسه يسوي يوم الجمعة on Friday، on نكبرها إذا أول جملة، والاسم الأيام نكبرها أول حرف، نكبرها وراها صغار الأحرف. On Friday أحط فارزة. I will be at، أنا سوف أكون mosque، بالمسجد، ونحط نقطة نهاية الجملة. ها بالمناسبة كل نهاية الجملة نحط نقطة، يعني بس أنا هنا ما حاطة نقطة، حط نقطة football نهايتها. أخير جملة what you think you will be doing when you are 52 years old، يعني معناتها ايش قد راح يصير عمرك 25 سنة، ايش راح تسوي إذا كان عمرك 25 سنة. السؤال الأخير when عندما I am، أنا 52 25 years old، 25 سنة، وحط فارزة، ايش راح اكون 25 سنة، ايش راح اسوي من اكبر. I will، انا سوف بي اكون working، اعمل او ساعمل in a hospital، في المستشفى، كان يكون nurse، ممرض، كان يكون دكتور مثلا، ونحط نقطة بالنهاية وشكرا.